السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم يوسف دالي من خلال قناتكم جوكم هيك تي في للفهم والاستيعاب ولتحضير الامتحان الجوي. مرحبا بالجميع. اذا هنا في هذا الفيديو سوف اقدم لكم تفسير ديال الاسئلة ديال الجوي باش يمكن لكم تستعدوا ليه بشكل جيد. اذا بالنسبة لليتود دو تاكس عليه 10 نقاط، برودوي سو كريت كذلك عليه 10 نقاط، اذا المجموع هو 20 نقطة. غادي نركز لكم دابا على اليتود دو تاكس والاسئلة اللي فيه. اذا تنقسم هنا لي جو دو تيكست، تنقسم الى ثلاث اقسام. كاين ما يسمى كونتكستواليزاسيون دو تيكست، كاين ما يسمى باناليز دو تيكست، و رياكسيون فاس او تيكست. بالنسبه للسؤالين الاولين، السؤال الاول والثاني، راه هو المعنى ديال كونتكستواليزاسيون دو تيكست، يعني نسولكم بصفه عامه على الروايه. مثال: دو كيل اوفر لو تيكست ايتيل تيري، ا كيل جونغ ابارتين تيل، كي اون اي لوتور، سيتي اون اوتر اوفر دو ميم اوتور. اذا هنا السؤال الاول ربعت عليه نقطة واحدة 0.25×4 جراتويتمون. اذا نذكروا غير اسم ديال الرواية، النوع ديال الرواية، اسم الكاتب ديال الرواية، وكتاب اخر من نفس الكاتب اذا دابا نطرقوا للاجوبة ديال هذا الامتحان الجوي في فيديو اخر. Donc pour situer le texte dans l'œuvre, répondez à ces deux questions. Il y a comme un sous-aline, bêche t'manquera à ce texte dans l'œuvre, bêche t'manquera à ce nasada ferriwe. Qui a proposé à la Zubida d'aller consulter Sidi Al-Arafi? Il y a un coup d'extrait à la Zubida, bêche stasher ma Sidi Al-Arafi. Et pourquoi le père de Sidi Mohamed est-il parti travailler dans les environs de Fès? L'abbé de Sidi Mohamed. ذهب ليعمل في خارج مدينة فاس. إذا شنو السبب، شنو اللي خلاه يغادر مدينة فاس ويذهب كعامل في ليزونفيرون؟ إذا هاد جوج أسئلة من خلال قراءتكم الرواية ديال لاباطا ميغفي أتمكنوا منها بشكل جيد. إذا نمشيو ننتقلوا لنوعية أخرى من الأسئلة، هما الأسئلة ديال أناليز دو تيكست أو ما يسمى بتحليل النص. هادو هما اللي مهمين، عليهم 6 نقط. إذا جوج الأسئلة الأولين عليهم نقطتين، النقطة الأولى بسبب السؤال الأول، والنقطة الثانية بسبب السؤال الثاني. أما الأسئلة الأخرين عليهم 6 نقط. Pour quelle raison سيد محمد s'est-il caché dans les plis de Hayek de sa mère؟ إذا من خلال قراءتكم النص غادي تجاوبوا على السؤال حيت ديال التحليل، من خلال الفهم ديالكم النص. Pour quelle raison، يعني ما هو السبب؟ شنو اللي خلى سيد محمد يتخبى مثلا في اللي حيك ديال الأم ديالو؟ إذا تحاولوا ثم تقلبوا على الجواب من خلال النص. Pour quelle raison سيدي محمد s'est-il caché dans les plis de Hayek de sa mère؟ De quoi سيدي محمد craignait-il d'être accusé؟ إذا علاش خاف هو سيدي محمد هذا لو ناراتور؟ إذا شخصيات من الشخصيات الرئيسية ديال لاباطا ميغفي، علاش خلاه يخاف وي d'être accusé؟ Quelle excuse Quelle excuse la Zubida a-t-elle imaginé pour expliquer la sortie de son fils de la maison؟ إذن شنو هو السبب اللي خلى لاله زبيدة تفسر الخروج ديال الابن من المنزل؟ من خلالكم القراءة الجيدة ديال النص غتحاولوا تجاوبوا على السؤال الأول والثاني والثالث لأنه داخل في النص. سوف أعيد: Pour quelle raison سيدي محمد s'est-il caché dans les plis de Hayek de sa mère؟ C'est une question tirée du texte. De quoi سيدي محمد craignait-il d'être accusé ou quelle excuse لاله زبيدة a-t-elle imaginé pour expliquer la sortie de son fils de la maison؟ بالنسبة للسؤال السادس، قالك دون لا دوزيام بارتي دو تيكست، معنى الجزء الثاني من النص، لوتور يتيليز لو ديالوغ لو ديسكور ديريكت. سولون فو بوركوا ايتيل شوازي ديتيليزي سو ديسكور؟ إذا نذكرو الميزات ديال لو ديسكور ديريكت في القصة، علاش تنستعملو لي ديسكور ديريكت، علاش تنستعملو الديالوغ مثلا في قصة؟ إذا شنو هو الطابع اللي تضيف لهاد لو ديسكور ديريكت و هاد الديالوغ إلى القصة؟ داكوغ. إذا الأسئلة من غير السؤال السادس، هو الأسئلة السؤال الثالث والرابع والخامس غادي تستخرجوه من النص. السؤال السادس راه سؤال متعلق باللغة، سيتي كيسيون دو لونغ. داكوغ. إذا ننتقلوا إلى الأسئلة الآخرين. إذا سوف أعيد الشرح على السؤال السادس، لأن كاين بعض التلاميذ ما فهموش السؤال. قالك داو لا دوزيام بارتي، معنى الجزء الثاني من النص، ياك؟ لوتور يتيليز لو ديالوغ
هو لو ديسكور ديريكت. الديالوج عبارة عن ديسكور ديريكت. سولون فو بوركوا اتي شوازي دوتيليزي لو ديسكور، في نظركم علاش استعمل هاد النوعية ديال لو ديسكور؟ في نظركم دون لا دوزيام بارتي دو تكست لوتور يوتيليز لو ديالوج، يعني لو ديسكور ديريكت. إذا في نظركم علاش تنستعملوا الديسكور ديريكت؟ علاش تنستعملوا الديالوج مثلا في النص في القصة؟ إذا ولا بدا يكون شي سبب، إذا خاصكم تعرفوا شنو السبب هاد النوعية ديال الأسئلة كيف ولا تلاح لكم في الامتحان جاو. إذا السؤال السابع، غولفي دو تكست كاتخ مو أبارتينون شو ليكسيكال دي سونتيمون، عايز نستخرجوا من النص أربعة المفردات متعلقة بلي سونتيمون. إذا هذا الدرس، هذا السؤال هذا متعلق بالدرس ديال شون ليكسيكال، معنى الحقل اللغوي، تستخرج من النص اي عباره اي كلمه عندها علاقه مع لي سونتيمون مع الاحاسيس. اذا السؤال الثامن، بارل تي دو مول لا فيغور دو ستيل امبلوي دون سيت انونسي اي اون انتيتيز ولا اون ميتافور ولا اون كومباريزون. اذا بارل تيت دو مول، تيت دو مول بالخصوص تيت دو مول واش هي نوع من ميتافور لا كومباريزون ولا اون انتيتيز. دونك كوبي لا بون ريبونس. اذا بالنسبه لي فيغور دو ستيل راه درت لكم واحد الفيديوهات خاصه بالتفسير ديال الفيديوهات في اليوتيوب، خاصه في القناه ديالنا جو كومينيك تي في، يمكن لك تبحثوا في هذاك بلاي ليست على البريمي باك 2020 غتلقاو حتى لي زوت 2017 تلقاو فيديوهات خاصة بلي فيغو دو ستيل، يمكن لكم تستوعبوهم بشكل جيد وتفهموهم بشكل جيد. إذا هاد الأسئلة السادس والسابع والثامن بالخصوص دايما تتعلق بلي كيستيون دو لونغ. أنت لاحظوا دون لا دوزيام بارتي دو تكست لوتور يوتيليز لو ديالوغ، معناه سولون فو بوركوا تي شوازي يوتيليزي سو ديسكور. إذا شنو الفائدة من لي ديسكور؟ إذا سؤال، هذا سؤال مهم خاصكم تقلبوا على الجواب ديالو. المهم اللي كتلاح لكم في الامتحان الجاي تعرفوا كيفاش تجاوبوا عليه. بالنسبه للسؤال السابع قال لك غول فيديو تاك كات مو، يعني خاصك تستخرج. اذا اللي صادفت هذه النوعيه ديال السؤال خاصك تستخرج من النص بعض الكلمات عندهم علاقه مع لي سونتيمون. غول فيديو تاك كات مو ابارتونون اون شون ليكسيكال دو سونتيمون. فاش يقول لكم مثلا بارل تيت دو مول، شنو النوعيه ديال لا فيغور دو ستيليس؟ واش لونتيتيز، واش ميتافور، واش لا كومباريزون؟ اذا من خلالكم الفهم الجيد ديال الدروس يمكن لكم تجاوبوا على هذه الاسئله بشكل سهل جدا والحصول على 6 نقاط اضافه على 2 نقاط ديال البدايه هي 8 نقاط. اذا ضمنتوا النجاح في الامتحان الجهوي، اذا ضمنتوا النجاح في الامتحان الجهوي بالخصوص في الفرنسيه. دون لو تيكست لا زوبيدا غروند سون فيس ايل انسولت لا ايل لانسولت ميم او ليو دو كومبروندر سون انتيتود auriez-vous réagi de la même manière. إذن هنا السؤال التاسع والعاشر تتميزوا باش بوجهة نظر. C'est une question de réflexion. فهمتوا؟ بوجهة نظر ديالكم تيحاولوا يقدموا لكم واحد الفكرة معينة وتيقول لكم تناقشوا فيها. إذا environ 3 لين معناها parfois تيقولوا 2 لين parfois تيقولوا 3 لين. إذا العموم 2 لين jusqu'à 3 لين. Dans le texte, les zubida grandes, معناها توبخ الابن ديالها. هذاك سيدي محمد علاش المهم داير شي حاجه اي لانسولت ميم تيقول لي طيت دو مول هذا سي ان انسولت او ليو دو كومبروندر سون اتيتود مالا عوض باش تفهم الوضعيه ديالو تحاول تكلم معاه تحاول تفسر علاش خايف مثلا ولا علاش دار هاد الحاجه مثلا لا تتوبخو وتتشتمو الوغ اذا جيستيفي قالك كلكن اوريفو رياجي دو لا ميم مانيير. اذا واش نتوما متفقين على هذا لو كومبورتمون واش السلوك متفقين ولا لا؟ جوستيف فوت ريبونس اونفيرون 3 لين. اذا السؤال 10 نفس تيب ديال السؤال التاسع حتى هو داخل في اطار ديال ريفليكس سافي دير رياكسيون فاس تاكس. دابري لو تاكس سيدي محمد نو فو با مونتير دو بار ديتر بوني. دابري لو تاكس سيدي محمد نو فو با مونتير دو بار ديتر بوني. Selon vous, les punitions sont-elles un bon moyen pour éduquer les enfants? Nadar comme wesh l'iqab, la punition, c'est même la punition. Wesh ya wasi la jmila ديال ديال l'éducation, ديال les enfants. ديال التربيه ديال الاطفال. Quelle juste votre réponse environ 3 lignes. معناها تكتبوا تقريبا 3 الاسطر. اذا السؤال التاسع والسؤال 10 لاحظوا مزيان السؤال التاسع والسؤال 10 مهم انكم تفهموه. هذا مختصر حول
حول ريفليكسيون، حول رياكسيون، معنى الرد الفعل ديالكم من خلال النص. اكثر تتعطى بحال الشكل هذا، تعطيكم واحد الفكره تتحاول تناقشوا بها. اذا الفكره الاولى بان واش نتوما متفقين مع لو كومبورت، مع السلوك ديال لالا زبيده لهنا، وبخات الابن ديالها وبدات تشتم فيه عواد باش تفهموا. واش نتوما متفقين مع هذه وجهه النظر ديال واش متفقين مع الفكره هذه ولا لا؟ اذا حاولوا تعلوا الجواب ديالكم من خلال ثلاثه اسطر. بالنسبه للسؤال العاشر هو كذلك سي ان كيسيون دو ريفليكسيون دو رياكسيون سي. اذا هو سؤال ديال التفكير وديال رد الفعل كذلك. لان ابخي لو تيكست دي محمد نو فو با مونتير دو بور ديتر بوني، واش لا بونيسيون واش هي ضروريه لتربيه الاطفال؟ جوستيفي فوت ريبونس. اذا حاولوا جوستيفي فوت ريبونس، حاولوا تعلوا الجواب ديالكم من خلال هذاك الشيء اللي قريته، من خلال هذاك الشيء اللي بحثته. اذا في فيديو قادم ان شاء الله سوف اقدم لكم الحل ديال هذه الاسئله هذو متعلقه بالامتحان الجاوي. المهم ان تكونوا عندكم واحد الفكره مسبقه على النوعيه ديال الاسئله اللي تطلع لكم في الامتحان الجاوي باش تهيئوا لها بشكل جيد. اذا كان معكم يوسف دلال من خلال شاشتكم المفضله جو كوميونيك تي في للفهم والاستيعاب للماده. سوف نقدم لكم في فيديو لاحق ان شاء الله الجواب ديال هذه الاسئله وغنتناقشوا عليه ان شاء الله. اذا الى اللقاء، وبارطاجوا فيديو دون لو موند انتي باش كلشي يستوعب بشكل جيد.